السلام عليكم. القمل كيصيب بزاف ديال البنيتات، خصوصا في هذا الدخول المدرسي، حيت بحكم ان البنات كيلعبوا مع بعضاتهم في الساحه وكيتلاقاو بكثره، لذلك وحده كتكون ما فيهاش وحده كتلصق معاها. القمل ماشي حاجه خطيره، ماشي مرض، ماشي عود عدوى ولا لا، هو حشرة صغيرة كتلصق في الشعر الإنسان، وبهذا العلاج وبهذه الوصفات اللي كتبتو دابا إن شاء الله تهني من هذا المشكل وما يبقاش يأرق لمامو سيدات. ونصيحة اللي نعطيها الأولى وهي ما يبدوش تبادلوا بعضاتهم الوسائل الشخصية كالمشاطي، قبعات، الزيوفة أو المخايد، خص كل واحد المخدة ديالو. وأيضا كننصح بزاف ديال النساء ولا لي ماما والاشخاص، كنصحهم ما يديروش مبيد الحشرات لانه خطير جدا. بعض المرات كتقول الام كتكون تبي كارقها هاد القمل، كتعصب كيجيها اكتئاب، كتقول كنصاب ندير مبيد الحشرات وبالراس ومهين نقضي على داك القمل. فانا كنحذر بزاف من هاد مبيد الحشرات، مضر جدا للفروه ديال الشعر، والمخ يقدر الله يستر يفقد الحياه ديالو بهذه الخطوره هذه اللي فيه. لذلك كاين واحد المواد طبيعيه وسهله ما فيهاش خطوره، ما فيهاش مواد كيماويه. ان شاء الله تعجبك هذه المواد هذه وتستعمليها باش تهني من هذه الحشره هذه اللي فعلا كتوالد بكثره في الشعر وكتسكن في الشعر. المهم نعطيكم علاجات، طرق، وسائل ديروها في البيت ديالكم. اول طريقه وهي هذا المحلول ديال الاسنان تاع الفم. هذا المحلول هذا كتجيبي هذا المحلول كديريه هنا كفحت الامبوم بحال هذه، كتعمل ديرها هنايا وتجيبي الشعر راس تاع البنيتات ديالك، حيت هذا القمل كيصيب غير البنيتات، الدراري قليل في كتلقاي شي ولد عنده فيه القمل. البنات هما اللي بزاف فيهم هذا القمل، خصوصا البنات اللي عندهم شعرهم طويل رطب كيدخل بزاف هذاك في الشعر ديالهم. اذا كتجيبي هذا المحلول الاسنان هذا المحلول، كتجيبي الشعر ديال البنيته وكتبقاي تبومبي جميع مناطق الشعر، كلشي من القدام من اللور كلشي بحال كيفزك الشعر، فزك مزيان. كتفزكي بهذا المحلول هذا، فيه واحد الرائحه طيبه وماشي خايبه. كديري الشعر كامل 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 البنت، وكديري مورا هذا البلاستيك غذائي هذا، وكديري امبوني فوطا هذا ولا هذا على حسب الرغبه ديالك، وكتخليها خمس سوايع، اربعه حتى خمس سوايع. ما كنصحش تخليوها ليله كامله، انايا كنصح ان الناس يديروها في النهار مثلا، لان الليل ما عرفتش تطول بزاف الشعر، انا ما كنحبش داك الفكره. اذا نخليها خمس ساعات الشعر، ومن بعد غسلي لها عادي شامبوان، عادي شامبوان وهذا والماء، غسلي مزيان مزيان. وهاد الشيء كامل نعطيكم ديرو جوج مرات في السيمانه، هذه مزيانه. هذا بعدا هذا مفعول، فهذا فعال مجرد مزيان بزاف هاد الوصفه الاولى. وكذلك كاين حتى كاين اللي كيدير هاد المحلول ملي كتكون البنت هذه للدراسه، كترش لها شويه في شعرها، لان القمل ما كيبغيش هاد الريحه هذه. واخا توقف مع صاحبتها فيها القمل كتشم هاد الريحه ما كتنتقلش للشعر ديالها. دير لها هكذا في البومبيلها شويه في شعرها، ما تمشي تقرا اي شويه هكذا في البومبيلها، وان شاء الله يكون نتيجه طيبه. كاين سيدتي المفعول الثاني وهو لا مايونيز. الو لا مايونيز هذا مزيان لفروه الشعر ومزيان للشعر، لان كنعرفوا بلي ان الممثلات العالميات الامريكيات كيعملوا هذا كيعملوا بحال ماسك للشعر، تخافيش منه راه كيطول الشعر وكيزين الشعر. اذا هاد المايونيز غديريها حتى هي طبقيها على الشعر كامل، غديري خصله بخصله، غتبقاي ديريها بحال اللي كديري الصباغه ولا كديري كتشقي بها الشعر فروه الشعر، تشقي شوفي خصله بخصله باش البيض كيتخنق والقمل كيتخنق ما كيبقاش الاثر ديالو. وحتى هي خليها خمسة السوايع، ايوا النتيجه راها مبهره جدا، نتيجه في غايه الاهميه. تغسل الشعر بنيتها ودي لها الشامبوان، تغسلي عادي في الحمام دي لها الشامبوان عادي هاد الماء هادي جوج مرات في السيمانه. مايونيز كتخنق القمل وكتخنق البيض ديال القمل،
حيت البيض القمل صعيب كيموت، القمله دي فوا كتموت فيه بسرعه، ولكن البيض ما كيبغيش يموت. الوغ ديري هاد المايونيز كيخنق، حتى هو مفيد بزاف للشعر. هاد الوصفات كاملين فيلم اليمونتير والبوني، هادو كاملين خصهم يبقاو 5 ساعات. كاين وصفه، واحد الوصفه اخرى انا جاتني شويه صعيبه، ولكن نعطيها لكم شويه صعيبه، ماشي صعيبه على الرائحه ديالها وخلاص. وهو الثوم، هاد الثوم كنحكو راس ديال الثوم، نحكوه مزيان تيولي عجين مع العصير الحامض. عرفتني هادي فعاله. القمل ما كيحملش الريحه ديال الثوم، ما كيحملهاش حتى. هادي وصفه فعاله جدا، ديريها حتى هي كتحيد القمل بالمره. كاين وصفه اخرى، كديري الماء ديال البصل، الماء ديال البصل، كتجيبي هاد البصله هادي كتحكيها وتصفيها في الصفايه، داك الماء ديالها كتشقي به الشعر. هادي بعدا البصله مزيانه للشعر، الا كان شعر الانسان خاوي كيعمر، البصله بعدا لتساقط الشعر 100% مفيده، يديرها حتى الكبار. وايضا هاد البصله حتى هي ما كتبغيهاش القمله، كتبغيها هاد ريحه البصله، كتعجبهاش كتهرب منها. كاين ايضا واحد الحيله ثانيه، وهي كديري الخل، ها هو الخل، الخل الابيض زائد معلقه كبيره ديال زيت الخروع ولا زيت نواه الكوكو، هادو بجوج مفيدين. الخروع لانها ثقيله خصك ديري داك الزيت اللي كتكون ثقيله بزاف، الوغ معلقه كبيره ديال الخل ومعلقه كبيره ديال زيت الخروع، كتخلطهم مزيان، كتولي واحد العجينه بحال الفيسكوز، بحال شويه ثقيله. الوغ هاد المحلول حتى هو شقي به الشعر، شق مزيان الشعر، الا كان الشعر طويل ضاعفي الكميه. الوغ شقي مزيان بالخل وبالزيت الخروع، نتيجه مزيانه بزاف، فعاله جدا. الوغ هذاك كتبقى خمسة سوايع بحال الاخرين، وكديري في الاليمونتير بحال اللي كتخنقي داك الحشرات وكديري امبوني. كاين واحد الوصفه اخرى وهي نواد كوكو اللي كيكون جامد، حتى هو كنديروه على الشعر كامل، كنديروه وكيولي الشعر مزيان بزاف. بالنسبه للوصفات اللي فيهم الرائحه كالبصل وكالثوم، من حيث كتصلوا الشعر قبل ما ديروا الشامبوان، ديروا زيت الاطفال ولا شي زيت معطره، مش كتبي ديك الريحه ديال البصله ولا الثومه، عاد كديروا الشامبوان وابخي شامبوان ولا اللي عندكم، مهم اللي كديروا البنت ديالكم. وكاين واحد نصيحه اخرى، وهي حيت كديروا هذا الشيء كامل، هانتوما غسلتوا الشعر، تنظف، خرجت البنيته، هذا مزيان من الحمام، الوغ كتجيبي زيت ديال الخزامه، كنأكد زيت الخزامه، وكتجيبي جوج القطرات ماشي كثر، جوج القطرات غير صغيورين، جوج قطرات، وكديري مور الودن ديالها وفي الرقبه، لان هادو هما الاماكن اللي كيسكن بزاف فيهم القمل. القمل راه كيمص الدم، اللي كيسكن في الشعر في الراس كيمص الدم ديال الفروه ديال الشعر، هذا الشيء كيبقى ياكل، كيبقى انسان كيحك يحك. اذا ديري زيت الخزامه مور الودن وفي الرقبه، حتى هو فعال جدا وكيحيد داك ما كيهرب منه، داك القمل كتهرب منه، وخا تمشي مع صحاباتها كتشم فيها ريحه زوينه ديال الخزامه، وما كيلصقش، ما كيبغيش يسكن فيها القمل. دونك هاد النصائح كامله غديروها جوج مرات في السيمانه، وما تباتوش بيهم، انا كنفضل ما تباتوش بيهم، ديروهم وديروا الاليمونتير، ومع ديروا واحد الامبوني، ومن بعد من تصل لهذاك ديروا السشوار، راه مزيان بزاف. نتمنى هذا المشكل ما يبقاش في البنات ديالكم، وبالصحه والراحه ان شاء الله.